إذن مشاهدينا الكرام، كما نتابع أو كنا نتابع هذه الجلسة لمجلس العموم، حيث بدأت منذ دقائق هذه الجلسة، جلسة مجلس العموم البريطاني للتصويت على اتفاق جديد للبريكزيت. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مجلس العموم البريطاني أمام قرار تاريخي اليوم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما دعا جونسون النواب للتصويت لصالح هذا الاتفاق، وقال إنه حان الوقت لكي تبني بريطانيا علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيجعل بريطانيا أكثر تحررا. من جانبه أعلن زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن رفضه للاتفاق، وقال إن هذا الاتفاق سيضر ببريطانيا وإنهم لن يدعموه أو يصوتوا لصالح تمرير هذا الاتفاق. إذن ما زلنا ننتظر تصويت مجلس العموم على اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي، ونستقبل هاتفيا من لندن دكتور أحمد ياسين خبير اقتصاد السياسي. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إذن يعني كان هناك حديث من بوريس جونسون بشأن النقاط الخلافية في هذا الاتفاق، ويعني مسألة شبكة الأمان وأيرلندا الشمالية، وحديث حول أنه لم يكن من السهل التوصل إلى ما هو أفضل من هذا فيما يخص هذه الأمور. ما تعقيبك على خطاب جونسون أمام مجلس العموم؟ نعم، هو خطاب واقعي ويعكس الواقع بالنسبة للاتفاق الجديد الذي من المفترض ومن الواجب على البرلمان البريطاني أن يوقع هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق يتضمن الحلول اللازمة لأهم نقطة التي أثارت الخلافات الكبيرة منذ بداية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهي مستقبل حدود أيرلندا الشمالية. إذ أن من خلال هذا الاتفاق سوف تتمكن المملكة المتحدة من الولوج بشكل مباشر في مفاوضات للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. مثل هذا الواقع لم يكن متضمن في اتفاق تريزا ماي، وهذا يعكس تطور هام جدا بالنسبة لمستقبل بريطانيا وإمكانية أن توجد علاقات اقتصادية أكبر بكثير مما كان عليه. ومن خلال هذه النقطة الأساسية سوف تتمكن المملكة المتحدة من تجاوز العقبات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي نفسه. يعني هنا أذكرك ببعض الحقائق التاريخية. الاتحاد الأوروبي انخرط في مفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي لما يزيد عن 20 عاما، وانتهت تلك المفاوضات من دون التوصل إلى أي نتيجة، لأن تكتل اقتصادي كبير في الاتحاد الأوروبي. يجب عليهم أولا أن يتوصلوا إلى صيغة تفاهمية فيما بينهم، ومن ثم تقديم هذه الصيغة إلى الطرف الآخر. نعم. ومن الصعب يمكن جدا يمكن استكمالا لكلام حضرتك يا دكتور أحمد، هذه النقطة تحديدا هي نقطة يعني أو ورقة يستخدمها جونسون في خطابه وفي اتفاقه الذي يريد تمريره، مسألة انفتاح بريطانيا على جميع أنحاء العالم، عقد اتفاقيات مع دول الخليج، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانية سهولة عقد هذه الاتفاقات بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني في بالمقابل جيريمي كوربن وحزب العمال وباقي الأحزاب المعارضة ليس لها البديل. يعني من الواضح جدا طالما أنها تعارض هذا الاتفاق الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي، هي واقعيا هي ترفض بشكل كامل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هي تسعى لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بالرغم من ما يقارب 3 سنوات من المفاوضات الشاقة بين الطرفين، وكذلك أيضا بالرغم من الحقائق التي باتت ماثلة أمام وجوههم. الاتحاد الأوروبي فشل في مشروعه الاقتصادي بشكل كامل، ويجب على بريطانيا وباقي الدول، خاصة باقي الدول التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولم تتخذ اليورو عملة لها، هذه الدول بالتأكيد الاتحاد الأوروبي في مشروعه الاقتصادي لا يمثل مصلحة هذه الدول، خاصة وأن بعد انطلاقة أزمة الديون الأوروبية في النصف الثاني من عام 2012 جميع الخطوات والحلول الأوروبية باتت تتمركز والمزيد من المركزية الأوروبية ضمن منطقة اليورو. هذا يعني أن الخطوات الأوروبية و
والإجراءات الأوروبية الإصلاحية تتخذ من منطقة اليورو هدفا أساسيا لها، وهذا يعكس ويتناقض مع مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي هي خارج منطقة اليورو في مقدمتها بريطانيا وأيضا السويد. لذلك هذا الاتفاق هو جيد جدا بالنسبة لبريطانيا، وهو يتضمن جميع الحلول التي كنا نتطلع إليها بخصوص الاتفاق الذي وقعته تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. لذلك من المفترض ومن الواجب على البرلمان البريطاني أن يوقع هذا الاتفاق وينهي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا الملف الذي انعكس بالكثير من الانقسامات والتجزئة في صفوف الشعب البريطاني. هذا الانقسام طال العائلات وطال الشركات وطال الأحزاب، كفى مثل هذه الحالة من الانقسام في 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 بريطانيا. هو أشار أيضا إلى مسألة المحافظة على الاتحاد الجمركي، و يعني حول هذه المسألة أو حول مسألة البقاء والحفاظ على الاتحاد الجمركي، ما الأجواء أيضا بشأن هذه الجزئية؟ هذه الجزئية يعني هي لا تمثل 100% المصلحة البريطانية. هنا يتضمن تنازل واضح قدمته الحكومة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن من خلال هذا التنازل تمكنت الحكومة البريطانية من تجاوز العقبة الكأداء المرتبطة بمستقبل حدود إقليم شمال إيرلندا. بقاء إقليم شمال إيرلندا تحت مظلة النظام الجمركي الأوروبي من جهة، وأيضا تحت مظلة النظام الجمركي البريطاني من جهة أخرى، هذا يعني أن إقليم شمال إيرلندا سوف يحظى بأهمية استثنائية، بأهمية أكبر. ولكن الجزئية التي يمكن أن تتناقض مع المصلحة البريطانية هو أن الحكومة البريطانية سوف ترى نفسها وأنها بدأت أخذ دور جامع الضرائب إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه النقطة الكثير من الخلافات والانتقادات من قبل. لكن إذا نظرنا بأن مقابل هذه النقطة هناك نقاط إيجابية أخرى تعكس أكبر، لذلك من الواضح جدا أن نقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق شامل، وهو يعكس المصلحة البريطانية نحو مستقبل أفضل ونحو مستقبل تبني فيه بريطانيا علاقات أفضل وأقوى بكثير مع الاتحاد الأوروبي. أشكرك دكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي من لندن، شكرا جزيلا لك. شكرا.